ساعه الان باش يدخل هو ابراهيم صابر كيلعب كذلك كمدافع ايسر نفس المكان ديال رضوان الحمر. الكره سيقول الحكم بان ما خرجاتش. كره صعيبه هذه اتجاه خلفوني كيدخل الحارس الاخير كيخرج الكره للزاويه. هناك تغيير الفريق الجزائري اللي غيخرج رقم 14 الخلفوني غيدخل مكانو هيف بن قاسم في حين كنعتقد خرج رضوان الحمر اللي يدخل مكانو هو ابراهيم صابر. هذا امامكم هيف بن قاسم اللاعب الاحتياطي صفوف فريق اتحاد العاصمه. كره دائريه مباشرة للهدف. ثاني هدف تسجلوا نفس اللاعب بلال الدزيري بكل روعة مباشرة من الزاوية اتجاه الركن الثاني. كرة مرات فوق الحارس صدمت بالعارضة ودخلت. هدفين لصفر. جوج الصفر لفائدة فريق اتحاد العاصمة. ف ربما مابقاش ما يتقال كثير في هذه المباراة. بكاري التمريرة عند رضا دخل أحد المدافعين سلامي عند مستودع. مستودع دائما اللاعبين الجزائريين هما اللي في المكان المناسب.